اكتر حاجه كنا مبسوطين منها النهارده التعليق على المباراه، تعليق رائع، تعليق محترم، تعليق من هو نجم كبير في التعليق الحقيقه، و اماراتي مصري. يعني احنا دايما بنقول على كابتن علي سعيد الكعبي ان هو اماراتي مصري، بيحب مصر، بيحب النادي الاهلي، بيحب كل ما ينتمي لمصر الحقيقه. وكان تعليقه النهارده اكثر من رائع ومنتهى الحياديه ومنتهى الجمال اللي في الدنيا، وكلنا كنا مستمتعين بيها. كابتن علي يعني انا ببارك لك طبعا على التعليق الرائع النهارده، وببارك لك على فوز النادي الاهلي. الخير استاذ اسلام، انت والمشاهدين اهلا وسهلا والجميع. يمكن قلتها كثير في التعليق انه الفوز النهارده مش فوز للنادي الاهلي، ده فوز لمصر وده فوز للكره العربيه. نعم. وانا ابدا بالكلام اللي انت قلته في البدايه، اللي هو مين ما بيحبش مصر؟ يعني مين ما بيفرحش بفرح في مصر؟ النهارده ان شاء الله تعالى طبعا فرحنا بفوز النادي الاهلي، وبكره ان شاء الله نفرح بمنتخب مصر في المباراه النهائيه ان شاء الله تعالى. طيب كابتن علي، قبل المباراه الحقيقه كلنا كان هناك البعض بيشكك في قيمه النادي الاهلي طبعا، وكان البعض ده او يعني بيتقال ان الاهلي يفقد 14 او 15 لاعب تقريبا، ما بين اصابات وما بين وجودهم في المنتخب وما بين كذا وما بين كذا. هل كان عندك شك وانت بتعلق على هذه المباراه من الناحيه الفنيه؟ اطلاقا اطلاقا، انا حتى في تداخل مع الاستوديو قبل الماتش كنت قلت انه سبق، وكنت وجهت السؤال للكابتن سيد معوض عندنا في الاستوديو في الاستوديو الرياضيه، وقلت له انه في تجارب سابقه في كره القدم المصريه انه النادي الاهلي شارك في الصف الثاني ونجح انه يفوز في بطولات مثل كاس مصر لو نعم. لو حضرتك فاكر طبعا اطلاقا انا دائما بنظر للناحيه الايجابيه في الموضوع، اللي هي انه اي وجه جديد ما عندوش فرصه او ما بياخدش فرصه كبيره مع فريق النادي الاهلي في الدوري ولا في كاس افريقيا، الظروف دي الظروف الصعبه اللي هي غياب لعيبه المنتخب بدايه من الشناوي والمجموعه اللي كلنا بنعرفها، نعم. دي فرصه للوجوه الجديده يعني طبعا، وبالتالي انا اعتقد انها فرصه ذهبيه. النقطه الثانيه واللي مهمه جدا انه ما بيوصلش لاعب يلعب للنادي الاهلي الفريق الاول الا وهو لاعب جدير ان يعني يكون لاعب في بفانيله النادي الاهلي، يعني مش اي واحد. كم مليون يتمنى يلعب في النادي الاهلي؟ كم مليون نفسه ان يبقى تيشيرت النادي الاهلي بيلبسه؟ لذلك مش اي واحد يوصل للفريق، حتى اللاعب الشاب اللي عمره 20 سنه 19 سنه 21 سنه لما يوصل للنادي الاهلي يوصل للفريق الاول يوصل لانه جدير، لانه يكون في مستوى تمثيل النادي الاهلي. ودي شفناها النهارده، يعني مجموعه اللعيبه الشباب اللي يمكن كثير من الجماهير العربيه ما تعرفش اسمائهم. مظبوط نعم نعم، وكان ادائهم بالفعل في مستوى التوقعات، في مستوى ايضا شعبيه النادي الاهلي. مونتريال المكسيكي النهارده فريق قوي جدا، فريق من اقوى فرق امريكا اللاتينيه، وبالتالي في بعض الاوقات الحقيقه او بدايه المباراه تحديدا اول ربع ساعه رحنا بكره ولا بكورتين، ولكن كان هناك ضغط شديد على النادي الاهلي، حتى بعد ما النادي الاهلي جاب جون علي لطفي خرج كورتين ثلاثه. هل كان عندك برضو مهم جدا ان انا عايز اوصل للنقطه دي لانها نقطه مهمه، هل كان عندك شك ان ممكن يخش فينا جون الاهلي؟ لو دخل فيه جون هيعمل ايه؟ هو طبعا يعني مساله انه يدخل جون في مرمى النادي الاهلي دي ورده في اي لحظه من لحظات المباراه، لكن انا كمعلق متابع للشوط الاول انا شفت ان النادي الاهلي تقريبا يعني انجز المهمه بنجاح، لانه الشوط الاول مثل ما تفضلت كان شوط للفريق المكسيكي مونتيري بالطول وبالعرض، تقريبا كان فريق هو المسيطر والمستحوذ. وانا يمكن في الشوط الاول كمان في اواخر الشوط الاول طرحت تساؤل، قلت انه هل اللياقه البدنيه عند الفريق المكسيكي بتستمر بالضغط العالي الرهيب ده؟ انا اعتقد انه ما فيش فريق في العالم ممكن يستمر ضاغط
طيلة ال 90 دقيقة. لكن للأمانة الشوط الثاني كانت في أخطاء في الشوط الأول على المستوى الفردي من بعض اللعيبة، مثل مجدي أفشة مثل ما تابع الجميع، لكن شفنا مجدي أفشة مختلف تماما في الشوط الثاني، في الشوط الثاني، وبالتالي لاعب بقيمة أفشة عندما يعود إلى مستواه الطبيعي بجانب طبعا أليو ديانج وبجانب أيضا الشباب كلهم المبدعين في الماتش. الشوط الثاني الأمانة كان شوط اوكي، كان متساوي في 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 اوقات كثيره، ولكن شخصيه النادي الاهلي، روح النادي الاهلي خاصه بعد الهدف، اعتقد ان كل العوامل دي، لكن لابد الاشاده بالرباعي الرائع جدا اللي كان في خط الدفاع، يعني اليوم رامي يعني وياسر ومحمد هاني وياسر وعلي معلول وعلي. اضافه الى ومغربي الى محمد هاني حاجه ومغربي قبل ما يطلع ده واحد من الناشئين الحقيقه. نعم مغربي برافو. مغربي الشاب الصغير ده ادى ماتش عظيم جدا، وبالتالي اليوم احنا شفنا روح النادي الاهلي استاذ اسلام، روح النادي الاهلي. انا دائما بقول انه الكره المصريه عندها الروح. أيوة. يعني منتخب مصر في كاس افريقيا الحاليه قد لا يكون افضل المنتخبات الافريقيه فنيا، ولكن الروح اللي موجوده عند اللاعب المصري بتزيل الكثير من الفوارق وبتقرب الكثير من المسافات، ودي حاجه تحسب للاعب المصري سواء مع النادي او مع المنتخب. هل نجح بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي حتى الان؟ والله الارقام بتقول يعني شويه ممكن يبقى مع المجموعه اللي تركت بصمه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي. الراجل عنده بطولتين افريقيا، مظبوط، الراجل عنده بطولتين السوبر بطولتين افريقيا وثالث عالم، وهو يا ثالث يا رائع ثالث يعني عالم برافو. ممكن اول ثاني ثالث وعنده كاس مصر اذا ما كنت غلطان، وبالتالي يعني الراجل مش اسم كبير يعني بالنسبه لنا احنا في المنطقه العربيه، مش مانويل جوزيه مثلا، مش لكن الراجل عنده بصمته، يعني الراجل عنده بصمته يلعب بالفريق الاول، يلعب بالفريق الثاني، النادي الاهلي هو نفس الشخصيه ونفس الحضور. وانا اعتقد خلينا نتكلم بصراحه استاذ اسلام، هو اللي بيدرب النادي الاهلي بيبقى يعني محظوظ، لانه بيجي وبيلاقي بيئه متكامله للنجاح. يعني يعني لو كان السيد موسيماني مثلا في نادي اخر خارج مصر ونادي برضه كبير برضه مش هيحقق النجاح نفسه مع النادي الاهلي. البيئه الموجوده في النادي الاهلي، الاستقرار الموجود في النادي الاهلي، الـ كل العوامل دي بتخلي المدرب ينجح بشكل او باخر. لكن انا في اعتقادي سؤالك اجابه على سؤالك، انا اعتقد نعم انه موسيماني حتى الان بيقدم اداء جيد بالفعل مع النادي الاهلي. طيب المباراه القادمه بالميراس، واحد من اقوى برضو الفرق في امريكا اللاتينيه، النادي الاهلي هيعود ليه على الاقل من 4 لـ5 لاعبين يكونوا ان شاء الله بعد مباراه بكره في النهائي امام السنغال، ان شاء الله يعود الجميع الى الامارات مره اخرى ويكونوا جاهزين ان شاء الله للمباراه القادمه. هل يستطيع النادي الاهلي الفوز في المباراه القادمه؟ وما فيش حاجه مستحيله في كره القدم طبعا. هتسالني من دلوقتي اقول لك يعني بنسبه ليست بالكبيره ممكن يكون الافضليه شويه لنادي بالميراس، لانه فريق غير مجهد يا استاذ اسلام. صح. فريق ما لعبش الماتش الاول، فريق ما عندوش لعيبه بعيد عنه جايين من قاره ثانيه، لكن انا برضو مصر على كلمه الروح اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. لما بيرجع لي 3 4 لعيبه من منتخب مصر، لما اللعيبه الشباب الحلوين الصغار دول عاشوا فرحه الانتصار وعاشوا فرحه انك تقابل فريق بطل قاره وتتفوق عليه ولاول مره تفوز عليه في المواجهات المباشره، انا اعتقد ان كل دي حوافز. نقطه ثانيه مهمه جدا استاذ اسلام، انه قدامك خطوه بس وتكون تلعب الفاينل، يعني مزبوط. انت تلعب فاينل تاريخي بالنسبه لك، لانه النادي الاهلي على كل مشاركاته الخمس الماضيه ما وصلش للمباراه النهائيه، وبالتالي 90 دقيقه تفصلك عن التاريخ، وهذا حافز لكل لاعب انه يقدم افضل ما يملك. وفي النهايه نقول ايضا كره القدم تكافئ المجتهدين بصوره كبيره، وهذا اللي نتمناه ان شاء الله تعالى في
يا رب ان شاء الله. انا الحقيقه في نهايه هذه المكالمه انا بشكرك بنيابه عن كل الاهلاويه. الحقيقه النهارده سمعنا تعليق رائع مصري اماراتي او اماراتي مصري. الحقيقه يعني انا بشكرك جدا جدا يا كابتن علي سعيد الكعبي طبعا على اللي حضرتك دايما بتقوله، لانه شيء مهم جدا جدا.